سيادة المستشار جويلي، حضرتك ده كام استفتاء تصوت عليه؟ كام استفتاء تصوت عليه؟ ده تاني استفتاء. برأيك من في الوقت الراهن أو الوقت الحالي يستطيع أن يحكم مصر؟ الشعب المصري هو الذي يحكم مصر. وحضرتك إن شايف إن الشعب المصري بينادي ثورة 30 يونيو، وهي ثورة شعبية لا مثيل لها على مستوى العالم كله، والتحم بها جيشها العظيم. فالتحام الشعب التحام الجيش بشعبه أصبح ثورة تنفس ما رأيته، وهو إنهاء العهد البائد، العهد القديم، والوصول إلى عهد جديد. عملوا خارطة الطريق واتفقوا على أن يبدأوا بالدستور، وهذا اتفاق سليم، لأن الدستور هو القاعدة الأساسية للمستقبل. حضرتك شايف إن المواد الموضوعة في الدستور كلها متوافقة؟ أنا بقول لسيادتك ده دستور وضعه الإنسان. صحيح، بلك انت من وجهة نظري انا انه هو دستور متكامل، انما ما فيش حاجة يعملها الانسان اسمها 100% ابدا ابدا. دستور هذا الدستور على الاقل 90% على الاقل في توافق، في توافق من جميع النواحي، ولم يسبق كل الدساتير السابقة ليست مثل هذا الدستور. دستور عظيم، ويعني بيعبر تعبير صادق عن الشعب وعن أهدافه وعن نياته. ثم الحكم النهائي حيكون فيه، هل سيطبق هذا الدستور الحكومة العتيدة؟ هل ستطبق هذا الدستور أم لا؟ دي مشكلة كتير، يعني في اللي فات يعني ياما أخلوا بالدستور ولا سألوش بالدستور ولا أي حد. يعني كان في ناس لا تطبق الدستور برضو في ال طبعا كان حاجات كتير، إنما النهارده الدستور ده دستور عظيم، دستور لم بجميع النواحي، ما سابش حاجة، 43 مادة ما سابش حاجة. وأنا قريته مرة اثنين، وأنا يعني بقول إن ده مكسب لمصر.